السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مراجعتي للتعليم الابتدائي. اليوم عندنا 80 صفحة 77، محيط المربع والمستطيل والمثلث. قامت كل من الدعسوقة والحلزون والنملة بدورة كاملة حول الشكل لنحسب المسافة التي قطعتها كل منها، أيها قطعت أطول مسافة أحددها بعلامة في. عندنا هنايا كل حيوان فوق قطع دورة كاملة على كل شكل. عندنا هنا الشكل المربع، عندنا قياس الطول 8 سنتيمتر، عندنا المربع عنده 4 ديال الأطوال، عندنا 1 2 3 4. إذا المسافة فهي كتساوي 8 × 4، إذا غادي نديرو 8 سنتيمتر × 4 فهي كتساوي 32 سنتيمتر. عندنا الحلزون فهو الشكل اللي عنده فهو مثلث، إذا قياس المسافة غادي نديرو قياس طول هاد الضلع 11 زائد قياس طول هاد الضلع 9 سنتيمتر زائد قياس طول هاد الضلع 9 سنتيمتر، إذا غنديرو 11 زائد 9 زائد 9 كتساوي 11 زائد 9 هي 20 زائد 9 هي 29 سنتيمتر. عندنا النملة، عندنا الشكل فهو مستطيل، عندنا قياس هاد الضلع اللي هو الطول 10 سنتيمتر زائد قياس طول هنايا طول العرض عندنا 8 سنتيمتر، وعندنا هنايا هادو متساويين 10 سنتيمتر، وعندنا الضلع الاخر او العرض كتساوي او اذا 8 سنتيمتر، اذا غادي نديرو 10 زائد 8 زائد 10 سنتيمتر زائد 8 سنتيمتر قياس طول العرض. غنديرو هنايا عندنا 10 زائد 10 زائد 8 18 زائد 10 هي 28 زائد 8 هي 36 سنتيمتر. هنا هي أيها قطعت أطول مسافة أحددها بعلامة في. هنا أكبر مسافة عندنا هي 36 سنتيمتر، نوضع علامة في تحت أ. هنا أ النملة اللي قطعت أطول مسافة. هنا التمرين الأول، أمرر بالأحمر على محيط كل شكل ثم احسب هذا المحيط بالسنتيمتر. غادي ندور على كل شكل بالاحمر، يعني الشكل الاول. حنا دورنا على الشكل الاول، عندنا هنايا نحسبوا المحيط ديالو. انا طول الضلع ديال المربع عندنا 1 سنتيمتر، غادي نحسبوا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اذا الطول ديالو هو 18 سنتيمتر. ندوزو المربع الثاني، ندوزو الشكل الثاني، ندور عليه حتى هو بالاحمر. بعد ما دورنا عليه حتى هو غادي نحسبو المحيط ديالو. عندنا هنايا طول الضلع ايضا 1 سنتيمتر، عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دان الطول ديال او المحيط ديالو فهو 16 سنتيمتر. ندوزو الشكل الثالث حتى هو غادي ندور عليه بالاحمر. بعد ما دورنا عليه بالاحمر نحسبو المحيط ديالو. عندنا هنايا طول الضلع المربع الصغير 1 سنتيمتر، غادي نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اذا حتى هو المحيط ديالو كيساوي 18 سنتيمتر. عندنا احدد بعلامه في الشكلين اللذين لهما نفس المحيط. عندنا المحيط الشكل الاول 18 سنتيمتر، الثاني 16 سنتيمتر، والثالث 18 سنتيمتر. اذا الشكلين اللذين لهما نفس المحيط هما الشكل واحد هذا والشكل الثاني. اذا نضعوا علامه في تحت الشكل الاول والشكل الثالث. غادي نكونوا سالينا اسئله صفحه 77. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.